بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا ابنة الشيخ الراحل محمد محمود محيلان، قاضي القضاء ورئيس مجلس الإفتاء الأردني رحمه الله، منال محمد محمود محيلان، وابنة الإمارات التي أحببتها وأهلها سواء مثل بلدي وأهلي، وأبناء زايد إلى أصحاب النخوة نشام الإمارات وفرسانها. أرجو سماع صوت حفيدتي المكلومة ومسح دمعتها تالية ياسر سامي أبو بكر، وإرجاع والدها ياسر سامي أبو بكر الموجود في سجن الوثبة، وعمها عبد الله سامي أبو بكر الموجود في سجن الوثبة. تعثرت كلماتي وتبعثرت حروفي وأنا أسمع أصغر حفيد لي من ابني عبد الله سامي أبو بكر يأخذ بيدي دوما ويقول لي: تيتا تعالي أنا وأنت نبحث عن بابا في بيتنا، تعالي ما تيتا ندور على بابا بركي لقينا. ارحموا قلب أم مريضة، ارحموا دمعة طفل يبحث عن والده ولم يراه، تالي لم ترى أباها ولم تعرفه، كانت طفلة صغيرة 6 أشهر وسليمان كان عمره 2.5. أرجو أن يجدوا الأب الحنون في صدوركم وترحموا ضعفنا وتخرجوا عبد الله وياسر من سجونكم وتعيدوهم إلى بلادنا. أنتم أهل الكرم والسماح والعفو، فاعفوا واصفحوا عنا وعن أخطائنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.